حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أروع الإسلام عندما حافظ على الإنسان المؤمن فنهاه عن الهوى والشهوات. سبحان الله، هذا آخر ما وصل إليه الغرب من دراسات علمية. يؤكد العلماء في دراسة جديدة أن المشكلات العاطفية ليست أزمة خاصة بالمراهقين يمكن تجاوزها، ولكن هي بمثابة انكسار للقلب. هذا الانكسار هو عملية حقيقية بمعناها الحرفي، بما أن القلب هو من أهم أعضاء الجسم وأكثرها حساسية، فهو العضو الأكثر تأثيرا أو تأثرا. فقد أثبت علماء من جامعة توبنغن الألمانية أن المشكلات العاطفية لا تؤثر على القلب فحسب، بل على الجسم كله، لدرجة أن عمل بعض المناطق الدماغية في مخ المرأة تحديدا يتضرر بشدة بعد تجربة الانفصال من علاقة عاطفية. وأكثر المناطق تضررا هي تلك المناطق المسؤولة عن المشاعر والحماس، وطبعا النوم والطعام، كل هذا يضطرب بعد انقطاع العلاقة العاطفية. وبالتالي ليس من العجيب أن تصاب النساء عقب الانفصال العاطفي بحالة من فقدان الشهية واضطرابات في النظام الغذائي. أيها الأحبة، لقد أكدت دراسة نشرتها مجلة فوكس الألمانية أن الأزمات العاطفية هي مشكلة قد يعاني منها كل الأشخاص في مختلف الأعمار. وتقول سيلفيا فاوك، أول خبيرة في الأزمات العاطفية في ألمانيا: عندي زبائن تتراوح أعمارهم بين 28 إلى 73 عاما، أيضا يلجأ لي نواب في البرلمان وشخصيات رياضية بارزة وممثلون وربات بيوت. كل هذا طبعا بسبب المعاناة من مشاكل عاطفية. لذلك هذه الدراسة أكدت أيضا أن الرجل يعاني من الأزمات العاطفية، ولكن بطريقة تختلف عن المرأة. المرأة تصرح بمشاعرها لصديقاتها، والدتها، بينما الرجل قد يخفي هذه المشاعر الحزينة حتى لأقرب الناس إليه. كما أوضحت هذه الدراسة أنه ليس من قبيل الصواب الاعتقاد بأن طرفا واحدا في العلاقة هو الذي يعاني، بل الطرفان يعانون من أضرار العلاقات العاطفية الفاشلة لما يتعرضان له من أذى ومعاناة شديدة. طبعا الدراسة خلصت أيها الأحبة كما يقول الباحثون إلى أن انكسار القلب هو شيء حقيقي، يعني هو معاناة حقيقية. هذا التعبير صحيح طبيا، لأن القلب يعاني بشكل كبير نظرا لحساسيته بين أعضاء الجسم. الخبير طبعا الدكتور يورجن شيفر من جامعة ماربورغ الألمانية يقول: عندما يقول شخص إن قلبه يؤلمه بسبب فقدان شخص عزيز عليه أو بسبب فقدان حبيبته، فإن هذا الأمر صحيح للغاية بالمعنى الحرفي للكلمة. الآن أيها الأحبة، نحن أمام دين هو الإسلام. في الخارج في الغرب فقدوا هذه الديانات وتخلوا عن الدين، كان هذا المصير يعانون منه يوميا. نحن التعاليم التي جاء بها حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم هي بالفعل دواء وشفاء ووقاية من أمراض العصر. لماذا؟ لأن هذا النبي أراد لنا الخير، أراد لنا الحياة السعيدة، أراد لنا أن نبتعد عن الهموم، المشاكل، الأمراض، المعاناة من الاكتئاب وغير ذلك. لذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه المشكلة من جذورها، قطعها من جذورها قبل أن تصل إلى
مرحلة العلاقات والانفصال العاطفي وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه: يا علي، لا تتبع النظرة نظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة وليست لك الأخرى. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. طبعا كما نعلم أيها الأحبة، فإن أي علاقة عاطفية لابد أن تبدأ بالنظر، الخطوة الأولى هو النظر. لذلك الله تبارك وتعالى كيف عالج هذه المشكلة؟ الآن في الغرب يوجد عيادات لعلاج المشاكل العاطفية ومشاكل الانفصال العاطفي ومشاكل الدمار الذي يحدث لديهم، تدمير كامل للنفس البشرية. أيها الأحبة، عالج القرآن هذه الظواهر كلها من جذورها، من أساسها. قال تعالى: قل للمؤمنين، انظروا إلى هذا الخطاب الرحيم للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب مليء بالرحمة، لم يعطي أمر مباشر لك أيها المؤمن، بل عن طريق حبيبكم عليه الصلاة والسلام: إذا كنت تحب هذا النبي اتبع أمره. يعني هذا مثل هذا النداء ممزوج بمحبتنا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل للمؤمنين. طيب ماذا يقول له؟ ماذا يفعل؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. لماذا؟ أنت إذا كان لديك كاميرا مراقبة تخاف تفعل أي شيء، لأن يعني تصور أنك الآن في بث مباشر، كل الناس يشاهدونك، حتى إذا يعني الأشياء البسيطة تستحي أو تخجل من فعلها. فكيف بالكاميرا الإلهية المسلطة عليك ليلا نهارا الذي يعلم السر وأخفى؟ لذلك الله تعالى قال: ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر أيها الأحبة يجعل الإنسان زكي النفس وزكي الدماغ، ويصرف عنه هذه المشاكل التي تتعلق بالقلب والدماغ وغير ذلك، تجعله زكي العقل والروح. ولكن النظرات المحرمة تثير شهوة الإنسان وتتلف أعصابه وتتلف أجهزة الجسد، لأن هذه الأجهزة تستنفر أثناء ممارسة النظر بشهوة. نحن نعلم أيها الأحبة أن أي علاقة عاطفية لابد أن تنتهي إما بالفاحشة أو بالانكسار، يعني كلا الحالتين مدمر. طبعا الإنسان الذي يتبع علاقة عاطفية يسهر ليالي، يضيع الوقت، يضيع المال، يضيع الجهد، يملأ دماغه بالتفكير بأشياء يعني ضارة لا تفيده لا في دنيا ولا في آخرته، وبالنتيجة عندما يصاب بالفشل وتفشل هذه العلاقة العاطفية، فإن ذلك ينعكس سلبيا على صحة القلب والدماغ. لذلك أيها الأحبة، يقول الخبراء إن القلب يتضرر كثيرا من العلاقات العاطفية سواء نجحت أم فشلت. ويقول الخبراء أيضا إن أفضل طريقة لبناء العلاقة، بل يقول المنطق وكل علماء الدنيا يتفقون على هذه الحقيقة، إن أفضل طريقة لبناء العلاقة بين الذكر والأنثى هي الزواج الذي أحله الله تبارك وتعالى. هذه هي الحالة الطبيعية الفطرية التي ينصح بها العلماء. سؤالنا: أليس هذا ما جاء به الإسلام عندما حرم العلاقات العاطفية غير الشرعية وأمر بالزواج؟ لذلك أنصح كل مؤمن، أقول أخي الحبيب، ينبغي أن تتصور نفسك وأنت تنظر إلى ما حرم الله على أن جسدك يستنفر، الهرمونات الخاصة بالجنس تفرز وتتدفق عبر الدماغ، القلب يبدأ بالعمل بسرعة، الدماغ، أجهزة الجسد جميعها تتهيأ للعملية الطبيعية، ولكن لا يحدث شيء بعد هذا النظر والكلام، وبالتالي تتعب هذه الأجهزة مع تكرار عمليات النظر والكلام والابتسامات وغير ذلك، وتكرار هذا التهيج يعني أجهزة الجسد تصبح أقل كفاءة،
وتنخفض مناعة الجسم ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة. لذلك أقول أحبتي في الله، احذروا العلاقات العاطفية، وإن أفضل علاج يبدأ بغض النظر منذ اللحظة الأولى. فالنظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافة الرحمن أبدله الله نورا يجد حلاوته في قلبه. نسأل الله تعالى أن يمنحنا هذا النور الذي نجد حلاوته في قلوبنا، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بل نقول دائما الحمد لله على نعمة الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.